نرحب بكم أجمل ترحيب بهذا اللقاء الثاني مع الدكتور عامر الصفار من ويلز على موضوع مهم جدا، وهو نفس الموضوع اللي ناقشناه قبل أسبوعين، بس هذا اللقاء راح يكون محصور بخمس محاور. المحور الأول بعد مرور 18 شهر سنة ونص، أين نحن من وباء الكوفيد 19 أو كورونا بصورة عامة؟ المحور الثاني الفيروس المسبب السارس 2 أو كوفيد 19، كيف يتحور وما المقصود بالسلالات الجديدة وما تأثيراتها؟ المحور الثالث، ما هي أحدث تطورات اللقاحات ضد الكورونا، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية كانت قد قالت قبل يوم بأن جميع اللقاحات ستعمل على الحد من الفيروس بمتغيراته المختلفة. ما هي أضرار اللقاحات الجانبية اللي سمعنا كثير من اللغط إن وجدت، وماذا نقصد بعدم العدالة في توزيع اللقاحات؟ المحور الرابع، ما هي حقيقة المتغير الهندي اللي صار كارثة بالهند وبدأ ينتقل لدول العالم؟ المحور الخامس هو الأخير، ما هي أهم النصائح حول السفر للناس؟ لأن حاليا الشغل الشاغل لجميع دول العالم هو إعادة تنشيط السياحة. أهلا وسهلا دكتور عامر. أهلا وسهلا دكتور عصام. أنا أشكر تفاعلك والندوة الأولى كانت ممتازة، وأكيد هاي الندوة راح تكون ذات صفة خاصة. شكرا جزيلا وتوكل على الله، تفضل. شكرا جزيلا وأشكرك على هذا التقديم، وإن شاء الله احنا هدفنا أن نعطي الحقائق كما هي وما يحدث في موضوع هذا الوباء الذي سببه فيروس الكوفيد 19 سارس 2، هذا الفيروس المستجد كما قيل في اللغة العربية. طبعا نبدأ من إحصائية منظمة الصحة العالمية. نحن نتحدث عن احتاج دكتور عندك باوربوينت؟ لا ما كده سلايدات سوية. فمنظمة الصحة العالمية دكتور عصام اليوم يعني هذه الأرقام تقول هناك 166 مليون إنسان على وجه الأرض أصيبوا بفيروس الكوفيد 19 الكورونا. إذن هذه الأعداد الهائلة من الإصابات هي بدأت في ديسمبر 2019، كانون ثاني الصينيون العلماء جينية لفيروس الكوفيد 19 ونشروها على الإنترنت، والعالم عرف في ذاك الوقت بهذا الوباء وبالسبب الحقيقي لهذا الوباء وهو فيروس الكوفيد 19. إذن من ذاك الوقت لحد الآن لحد اليوم عندنا 166 مليون إصابة، تقريبا 3.5 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. إذن هذا هو الوضع الوبائي الحالي في أنحاء العالم المختلفة. في بريطانيا قبل قليل أعلن أنه هناك زيادة في حالات الإصابة بالكورونا ناتجة عن السلالة الجديدة أو التغير الجديد في هذا الفيروس، بما يصح أن نقول عليه أنه المتغير الهندي الذي نشأ في الهند. وعندكم جالية كبيرة. نعم طبعا احنا عندنا متغيرات عديدة في هذا الفيروس، ولكن ما نقصد بالتحور في فيروس الكوفيد 19؟ هذه الفيروسات بصورة عامة تختلف عن الجراثيم أو البكتيريا. الفيروسات تدخل إلى داخل الخلية الإنسانية، تلتصق بغشاء الخلية في حالة الكوفيد 19 عن طريق البروتين النتوئي الشوكي الموجود على سطح الفيروس، ويدخل إلى داخل الخلية ويؤدي إلى الأعراض والعلامات. الآن هناك فرق، طبعا البكتيريا لا تعمل هذا، ولذلك كان من السهولة أن نجد المضادات الحيوية للالتهابات البكتيرية الجرثومية، ولكن من الصعوبة أن تجد الدواء المضاد للفيروسات في حالة الكوفيد 19، ولو هناك طبعا أدوية ضد الفيروسات ومنها مثلا الأدوية المضادة لفيروس الإيدز، وهناك محاولات الآن تجري لإيجاد أدوية مضادة لفيروس الكوفيد 19، ولكن بعدنا أشهر
بعيدين عن هذا الاحتمال. إذا نرجع إلى التحور، ماذا نقصد بالتحور؟ هذا البروتين الشائك أو السبايك بروتين الموجود على سطح فيروس الكوفيد 19 يتغير بتركيب الجزيئي البروتيني تغيرات تؤدي إلى أن يكون أكثر سرعة وأسرع انتشارا من سابقه، وعلى هذا الأساس يصبح أكثر خطورة. لم يجد العلماء دليل لحد الآن على أن هذا المتغير في المتغير البرازيلي، المتغير الجنوب أفريقي، المتغير الهندي الآن، هناك متغير رصد في أمريكا الجنوبية ورصد في فنلندا، لم يثبت لحد الآن أنه يقاوم اللقاحات الموجودة حاليا. إذن هذا التغير، تغير يحصل في البروتين في الجزيئات الدقيقة الموجودة في السبايك بروتين، ويجعل أكثر قدرة على الالتصاق بالخلية البشرية، وبالتالي أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر. وعلى هذا الأساس عندما اكتشفت هذه التغيرات أعطيت أرقام، فأعطيت الأرقام B117 لمتغير البريطاني، متغير مدينة كنت البريطانية. البريطانيون ماذا وجدوا؟ وجدوا أن هناك رغم الإغلاق اللي صار للمدن ورغم الحد من حركة الناس، ولكن هناك إصابات في مدينة كنت الإنجليزية. طيب قالوا ماذا يحصل إذن هنا في بريطانيا؟ قريب على لندن. نعم قريب على لندن في شمال إنجلترا. وجدوا طبعا بريطانيا تتميز عن بقية دول العالم، هاي حقيقة علمية، أنه فيها المختبر ممتاز من درجة أولى للتحليل الجيني والتحليلات الكيميائية. فرصدوا المسحات من آلاف من المرضى في مدينة كنت، فشافوا أنه هناك تغير وراثي داخل البروتين الشوكي في الفيروس، في فيروس الكوفيد 19 يختلف عن الأصل الذي وجد في الصين في 2020. فقالوا إذن هناك هذا متغير كنت خلينا نسميه ونشتغل على هالأساس ونشوف إيش راح يسوي. الآن طلع متغير الهندي اللي هو أسرع من متغير كنت وأسرع من متغير جنوب أفريقيا. وعلى هذا الأساس الآن الجهود يقول لك هناك نوع من السباق بين الفيروس وبين الفاكسين، بين اللقاح. اللقاح هل راح نلحق مثل ما يقولون، هل سنستطيع أن نلقح الناس أسرع من انتشار المتغير الهندي؟ أنت تدري تأخذ اللقاح بجرعتين، الجرعة بين الأولى والثانية يجب أن لا تقل عن 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. في بريطانيا أعطيت الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، لأن قالوا ما عندنا العدد الكافي من اللقاحات لتلقيح الناس اللي هم عرضة للإصابة بالكورونا وعرضة للإصابة بمضاعفات الكورونا، يقصدون اللي هم فوق 70 سنة عمره. فلقحوا الكبار في السن أولا ثم نزلوا حسب الأعمار، الآن وصلنا إلى عمر 34 سنة فما فوق التلقيح في بريطانيا. بريطانيا لم تتبع نظام التلقيح حسب المهن ولكن حسب الأعمار. تقريبا أنت بريطانيا أفضل دولة بالتلقيح. نعم تلقيح الآن في بريطانيا وصل إلى ما يقرب من 60% من البالغين في بريطانيا لقحوا. طبعا الأطفال لم يلقحوا لحد الآن في أي دولة من دول العالم، لأن لم توجد ولم تجرى التجارب السريرية على اللقاحات بالنسبة للأطفال. هناك الآن تجارب في أمريكا في تلقيح الأطفال، وهذه قد تكون مرحلة مقبلة خلال الأشهر القريبة المقبلة، ولكن هذا اللي صار بالنسبة للتلقيح في بريطانيا. فتقريبا 60% اللي هي نسبة جيدة جدا، ولكن مع هذا هناك تخوف الآن في بريطانيا من موضوع المتغير الهندي، وهناك هذا الانتظار للتحسب لهذا الموضوع. هل التلقيح بلقاحي أسترازينيكا أكسفورد ولقاح فايزر بايونتك حيوفر المناعة وجدار الصد المناعي ضد المتغير الهندي أو لا يوفر؟ الآن الكل يبحث عن هذا الجواب، والحقيقة الجواب راح يطلع في نهاية هذا الشهر. ليش؟ لأنه أكو هواية من الناس ملقحين، والمتغير الهندي يأخذ لمدة 2 أسبوع حتى يبين تأثير اللقاح، أو 3 أسابيع حتى يبين تأثير اللقاح. فهل سيصل إلى المستشفيات في بريطانيا
مرضى بالمتغير الهندي وهم ملقحين؟ هذا السؤال مهم جدا. وجد هناك حالة واحدة في مدينة بولتن الإنجليزية، مريض كبير في السن وهو ملقح بجرعتين من لقاح فايزر وأصيب بالمتغير الهندي، ولكن حالة واحدة، هذه حالة نادرة. فإذا الآن الأعين كل والعلماء واهتمامهم في هذا الموضوع، وهذا طبعا يؤدي بنا إلى موضوع اللقاحات وفعالية هذه اللقاحات وأهميتها، وتدري هذا أيضا موضوع مهم. يعني دكتور ولا أقاطعك، يعني هسه احنا ما نطمئن، احنا أخذنا اللقاحات بين الفيلم انتهى؟ بالتأكيد هذا يعني يبني عندك مناعة جيدة جدا وفعالة، وفايزر مثلا قالت 95% والملقح بجرعتين 100% هو يكون عنده مناعة ضد الكورونا وكوفيد 19. منظمة الصحة العالمية، وانت قلتها بالتقديم البارحة، قالت انه احنا عندنا دلائل علمية تثبت انه جميع اللقاحات مهمة وفعالة ضد المتغير الهندي أو ضد المتغيرات الناتجة عن تحورات هذا الفيروس، وبالتالي طمأنت الناس ونصحت الدول، دول العالم، على التلقيح، تلقيح الناس أينما كانوا. ولكن أيضا كما نعلم الموضوع، هناك 70% من الدول الحقيقة، يعني تلقيح 70% من التلقيح هو في الدول المتقدمة، والأقل في الدول النامية. إذا مثلا نأخذ العراق مثلا، 2% فقط من المجتمع العراقي، أو يجوز أقل من هذا الرقم، يعني لا يتجاوز 2% ملقحين. في بريطانيا قلنا 60%، في أمريكا الآن التلقيح أيضا يصل إلى نسب عالية، في أوروبا الآن ده يصل إلى 30-35%. فإذا هناك اتجاه في منظمة الصحة العالمية للقضاء على هذه اللاعدالة لنقل في موضوع التلقيح. طبعا احنا سمعنا الرئيس الأمريكي، لأنه شركة فايزر الأمريكية وشركة موديرنا الأمريكية وكل هذه الشركات أنتجت لقاحات في أمريكا، فأمريكا هي صاحبة القول الفصل في براءات الاختراع بالنسبة للتلقيح واللقاحات. فماذا قال الرئيس الأمريكي؟ قال أنا أرفع يدي عن براءات الاختراع، وهذه اللقاحات بإجازتها وملكيتها الفكرية متاحة لمن يستطيع أن يصنعها بدون أموال زائدة على هذا الموضوع، فصنعوا إذا استطعتم. ولكن لذلك سمعنا اللقاح الروسي، اللقاح الصيني. طبعاً الروس والصينيون لا، يعني عندهم إمكانية وبنى تحتية لتصنيع اللقاحات منذ فترة طويلة. طبعاً هناك فرق بين اللقاح الصيني والروسي من جهة، ولقاح فايزر وأكسفورد من جهة أخرى، فروقات بالتقنية، فروقات بالنشر والبحوث العلمية السريرية التي تثبت جدية وفعالية هذه اللقاحات. ولذلك الآن هناك اتجاه مثلا في بريطانيا، وأنا أقول لك لأنه أنا أشتغل في هذه في هذا المكان، هناك الآن حملة لإيجاد مصانع وزيادة البنى التحتية التصنيعية لتصنيع اللقاحات في بريطانيا. احنا نعرف لقاح أسترازينيكا أكسفورد، جامعة أكسفورد إنجليزية مشهورة ومعروفة، أسترازينيكا هي أيضا شركة أوروبية، اللقاح يصنع في بلجيكا، المصانع في بلجيكا تصنع اللقاحات، وفي الهند مصنع اللقاحات في العالم الهند. فإذا موجود عندنا فايزر، نعم، وفايزر ومصانع في بلجيكا. نعم. بالضبط. إذن في بريطانيا البنى التحتية لتصنيع اللقاحات ضعيفة الآن، فهناك أيضا اتجاه، وهذا أيضا يراد الاستثمار في هذا الموضوع، والدولة منتبهة إلى هذا الموضوع، مهم كموضوع تصنيع اللقاحات. بقت الدول النامية طبعا، ومنين تأخذ لقاحاتها؟ تأخذ لقاحاتها عن طريق مجموعة أسستها منظمة الصحة العالمية سمتها كوفاكس، وهذه المجموعة هي ضمت 120 دولة، وتتبرع الدول الغنية والجي 7 الدول السبعة الغنية في العالم تتبرع بالأموال لشراء لقاحات للدول الأخرى. فالعراق مثلا حصل كل لقاحاته بها فايزر وأسترازينيكا عن طريق الكوفاكس، وأكثر اللقاحات في العراق هي أسترازينيكا أكسفورد
هذا هو اللقاح. هناك طبعا مشاكل في موضوع الإشاعات حول أسترازينيكا واللي صار من موضوع تكون خثرات الدم وإشاعات كثيرة حول اللقاحات، ولكن أنا أؤكد أنه هذه إشاعات وخرافات وليس لها مجال في حقيقة العلم، ما عدا موضوع التخثر الدم وقد نتطرق إليه. نعم. بس دكتور العفو لو أقاطعك، بس يعني دول أوروبية مثل دنمارك النرويج منعته، يعني حتى عندنا في بلجيكا صار هذا الضغط، بس من منع؟ صح، بالبداية كان هناك نوع من يعني الفوضى في هذا الموضوع، هل نلقح الكبار في السن أم نلقح فقط الشباب بالأكسفورد أسترازينيكا؟ فصار الموضوع أن نلقح الكبار في السن وننتظر نتائج أخرى لنلقح الشباب، ونقصد بها أقل من 30 سنة عمره. بعد ذلك وتقريبا قبل شهر نشرت البحوث التي تقول أن لقاح أسترازينيكا 3 بالمليون قد يسبب نقص في قريصات الدم، وبالتالي يسبب لنا نوع من التخثر في الدم، تخثر في أوعية الدم، تخثر في شرايين الرئة أو في أوردة الساقين أو في أوردة الدماغ وهكذا، ولكن هذه حالات نادرة جدا وهي من الحالات التي ترصد عند 3 بالمليون من الأشخاص، ولكن الفائدة فائدة اللقاح أكثر كثيرا من هذا الضرر الجانبي. على هالأساس منظمة الصحة العالمية أجازت اللقاح أسترازينيكا، والمنظمة الصحية لإجازة اللقاحات والأدوية في أوروبا أيضا أجازت اللقاح في أوروبا. فإذا هناك يعني تخريجات طبعا واجتهادات من بعض الدول الأوروبية في هذا المجال، ولكن عندك التقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الأوروبية المسؤولة عن إجازة الأدوية تجيز لقاح الأسترازينيكا، طبعا إضافة إلى فايزر وموديرنا في أوروبا. موديرنا بعد لم يجاز في بريطانيا، ننتظر هذا خلال أسابيع. دكتور ليش تروح بعيد؟ أنا أول ما طلع لي أول ما حجزت يجي الموعد مالتي طلع لي أسترا، تعرف يعني أنا بنص أوروبا وأسمع هذا اللغط، فخاطبت الوزارة أقدر أغير؟ قالوا تقدر. فالمهم غيرت بغير منطقة شوية أبعد على فايزر، فيعني أكو هذا النفس حقيقي. ممكن، ولكن هذه عندما تتاح، يعني في بلجيكا طبعا متاح هذا الخيار، لكن في الدول الأخرى ليس هناك خيار. يعني أنا عرفت في مالي مثلا الدولة الأفريقية صار هناك نوع من الوقت المكتوب أو التاريخ المكتوب على اللقاح، فات هذا الوقت بأسبوع، فطلعت إشاعة في هذه الدولة الأفريقية أن اللقاح هذا expired، يعني غير نافذ المفعول. فماذا عملت وزيرة الصحة في مالي؟ طلعتها بالتلفزيون، جابت اللقاحات وحرقتها، قالت يا ناس أنا اللي أخذت هذا اللي تقولون عليه غير نافذ المفعول وخارج تاريخ مفعوليته أنا حركت الآن. فما تريد كوزيرة للصحة، ما تريد الناس تخسر ثقة يعني ما تريد كوزيرة ووزارة صحة تخسر ثقة الناس باللقاح. فإذا تستورد أو عن طريق مجموعة الكوفاكس تأخذ اللقاحات الجديدة وتحرق اللقاحات التي ذهب مفعولها بذهاب تاريخ هذه اللقاحات. طبعا الان فايزر مثلا تقول ان اللقاح فايزر ورم الطلعه من الثلاجه بماء باقل من 70 درجه مئويه، الان تقدر تخليه بالثلاجه لمده شهر، كان قبل فتره فقط لمده 5 ايام، الان مددوا هذه الفتره، طلعه من الثلاجه ناقص 70 الى الثلاجه الاعتياديه وتخليه بها لمده شهر ما يخسر مفعوليته وفعاليته هذا اللقاح. يعني ممكن تشتريه وتخليه بالبيت بالضبط لمدة شهر، وهذا طبعا من الناحية اللوجستية مهم جدا للجهات الصحية اللي تحرص على أن تلقح الناس في بلدها. بس دكتور عامر إذا تسمح لي، حتى اللقاحات اللي كنا ناخذها مع الإنفلونزا كل سنة يعني فعلا ناخذها من الفارماسي وقبل نروح للطبيب بالضبط يلقح نفس العملية. نعم طبعا موضوع اللقاحات هو موضوع راح يكون شاغل العلماء
لفترة المقبلة، لهذا العام وللعام المقبل ولما بعد العام المقبل حقيقة، لأنه هناك أجيال مختلفة من هذه اللقاحات، هناك تغيرات في الفيروس وتحورات، وهذه السلالات الجديدة في هذا الفيروس. نحن نعلم علميا، يعني هاي حقيقة علمية معروفة، أن الفيروسات تتحور. هذا شيء يعني هو ليس مخصوصا به الكوفيد 19، ولكن جميع الفيروسات تتحور. فإذا أنت تريد تكون تطلع وتخرج بلقاح فعال، فلا بد من أن تجاري ما يحصل من تحور في هذا الفيروس فتحور اللقاح. وعلى هذا الأساس هناك حديث عن جيل ثاني من اللقاحات في الخريف المقبل. الآن البارحة أعلن وزير الصحة البريطاني عن أول تجربة سريرية في العالم للتلقيح بلقاح البوستر، الجرعة الثالثة المقوية للأشخاص، ويطلب 6,000 متطوع لإعطائه واحد من لقاحات 7 مجازة لهذه التجربة السريرية. وطبعا الهدف منها هو هل يلقح الناس في الخريف المقبل لو ما راح يحتاج إلى هذا. فإذا موضوع اللقاح هو موضوع فيه الكثير من الاهتمام، كثير من والشركات الأدوية أيضا مهتمة به والحكومات. أنا يهمني أتحدث قليلا عن ما يحصل في العراق، والحقيقة هذا موضوع أيضا طبعا مهم جدا ومهم إلى ناسنا وأهلنا في وطننا. نحن دائما نركز على أهمية توفر عوامل الصحة العامة، التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، عدم التجمعات، هذه مهما تكون هذه التجمعات، وعدم التجمع في الغرف المغلقة، يجب أن تكون مفتوحة شبابيكها وجيدة التهوية. هذه مبادئ أساسية في الصحة العامة. التلقيح في العراق مهم جدا. أنا قلت قبل قليل أن 2% فقط من أبناء شعبنا في العراق ملقحين، وهذا طبعا يعني يجب أن تسعى الدولة ووزارة الصحة لحملة إعلامية تثقيفية صحية لتوعية الناس حول أهمية اللقاح. الآن في الدول المتقدمة، أمريكا، أوروبا بكل دولها، بريطانيا، الكل تسعى إلى التلقيح، والكل كما قلت في سباق بين اللقاح وبين الفيروس. لأن البديل، ما هو البديل؟ إذا تترك الناس بدون لقاح، الناس راح أكثريتها ستصاب بهذا الفيروس، نسبة انتشار سريع. المتغير الهندي موجود في العراق، هناك مرضى من العراقيين كانوا في الهند، آلاف موجودين كانوا في الهند ونقلوا إلى العراق عن طريق الخطوط الجوية العراقية، وصار انتشار لفيروس المتغير الهندي في العراق. طبعا هناك نقطة يجب أن تقال، أن لا توجد إمكانيات مختبرية في العراق حاليا للتعرف على التركيب الجيني الجزيئي لفيروس الكوفيد 19. فما يقدر الطبيب أو عالم المختبر العراقي أن يقولها أن عندي سلالة المتغير الهندي، إلا يرسل هذه المسحات إلى الخارج، ولا بأس في ذلك إذا كان هذا ممكن، لأن يجب أن نعرف ماذا يحصل، أي متغير إحنا نتعامل به في العراق، هل هو الكوفيد. طيب دكتور العفو، شلون نتأكد موجود وهم لحد الآن ما عالنين هذا الموضوع؟ قيل أن هناك بعض الحالات من قبل وزارة الصحة ومسؤوليها، لكن احنا نعرف انه اذا تقول حالة واحدة معناها تضربها في 10، يعني هذا موضوع مهم. اذا عندك تقول 100 حالة معناها في الحقيقة عندك 1000 حالة، لانه الفيروس ينتقل، ولذلك احنا نهتم بهذا المفا. اذا التلقيح مهم مهما تكون المتغيرات الفيروسية، وكما قالت منظمة الصحة العالمية البارحة، التلقيح هو الضمانة لحمايتك من الفيروس، من هذا الفيروس. دكتور العفو لو أقاطعك، يعني هو شنو فرق أعراضه عن كوفيد 19؟ ليش هذا صاير خطر ويخوف وحش؟ التغير المتغير الهندي، الفرق هو مثل ما قلت سرعة الانتقال بين البشر. فمثلا أنت إذا عندك المتغير القديم، خلينا نقول أو الفيروس الكوفيد 19 القديم، كان ينتقل
يأخذ مثلا 3-4 أيام إلى أن يعاني المريض من أعراضه، هذا يمكن في يوم واحد قد تعاني من الأعراض، وقد ينتقل إلى 10 بدل ما ينتقل إلى شخصين مثلا، قد ينتقل بين أبناء المجتمع، بين الأسرة الواحدة، من شخص إلى آخر بشكل أسرع. وعلى هذا الأساس الناس بدأت تهتم بهذا الفيروس، وتتسارع حملات التلقيح في الدول المختلفة، لأن اللقاح هو ضمانتك، ما عندك ضمانة أخرى. الناس لابد أن تخرج إلى العمل، تخرج إلى الأسواق، فكل ما يخرجون الناس أكثر، كل ما يصير انتقال الفيروس بين شخص وأكثر وآخر أكثر، وكل ما تحصل المتغيرات الفيروسية أكثر. فإذا ما يحميها هو في الحقيقة هو اللقاح، وهذا مهم جدا بالنسبة لشعبنا في العراق، والتركيز على هذا الموضوع. وأنا سمعت واحد من الزملاء كان يعني ينظر ضد التلقيح، ونقابة الأطباء كان لها دور في أن تلغي تسجيل هذا الزميل من نقابة الأطباء. والحقيقة هناك الكثير من العمل الذي يجب أن تقوم به وزارة الصحة ونقابة الأطباء وذوي المهن الطبية والزملاء الأطباء في العراق في حملة توعية لشعبنا في هذا الموضوع، طبعا إضافة إلى توفير اللقاحات المختلفة وحسب ما منظمة الصحة العالمية ومجموعة الكوفاكس. نعم. الموضوع الآخر اللي وديت أن أتكلم، حبيت أن أتكلم عنه، هو طبعا الذي رصد مؤخرا من حالات قد تكون مضاعفات، وبالتأكيد هذه توديك إلى أن تعاني من اضطرابات في الأجهزة الجسمية المختلفة، وبالتالي تدخل إلى المستشفى. مؤخرا هناك الأدوية الدكساميثازون مثلا كعلاج لحالات الكوفيد 19، الأدوية اللي هي الأجسام المضادة وحيدة السليلة، هذه في الأيام الأولى من دخول المريض إلى المستشفى. متى يدخل المريض بالكورونا إلى المستشفى؟ أيضا هذا موضوع مهم جدا. أنا شفت هناك الكثير من أبناء شعبنا في العراق يعالج نفسه بالأكسجين في البيت، وهذا لا يصح. الأكسجين يعني احنا شفنا طبعا مخاطر الأكسجين في واحدة من أهم مستشفيات بغداد، مستشفى ابن الخطيب مثلا مع الأسف، ولكن عندما تصل الحالة إلى أن الأكسجين، مستوى الأكسجين في الدم يقل، هذه الحالة المفروض أن تكون علاجها في المستشفى بغض النظر عن أي موضوع آخر. يعني المستشفيات هي أعدت والمفروض أن تكون مستعدة لعلاج مثل هؤلاء المرضى. الآن هذا العفو، إذا آسف على المقاطعة، تعرف إحنا من العراق يعني ما ننسى هذا. صح أنت بويلز أني بلجيكا، بس اللي نسمع من أقربائنا وأصدقائنا وأحبائنا يقول لك اللي إذا يريد يروح ينتي يروح للمستشفى، يعني فيضطر الشخص يجيب الأكسجين مالته ويعالجه. وعندنا أساتذة جامعات أصدقاء بقوا بالبيت، جابوا أكسجين، وكل ناس راحت للمستشفى. يعني ما نريد نقلل من قيمة من مستوى الطب العراق، بس هذا الواقع. يعني تتذكر الندوة اللي حضرها وزير التعليم العالي مال وراء تقرير نافوس، وناقشناه ويعني الظرف هذا اللي موجود بالعراق، فكيف تخليه يروح للمستشفى وما يعالج نفسه؟ نعم، هذا هو الموضوع، موضوع الثقة. كيف تبني ثقة بين الطب والطبيب والمستشفيات والمواطن؟ هذا موضوع مهم جدا، وطبعا هناك يعني للإعلام دور، لوزارة الصحة دور، كيف نبني الثقة بالمستشفيات البريطانية؟ كيف بنينا هذه الثقة؟ وزير الصحة يوميا كان يطلع مؤتمر صحفي، رئيس الوزراء البريطاني يطلع في مؤتمرات صحفية، يطلع يلقح ياخذ صورة له، شخصيات بريطانية يطلعون يلقحون يأخذون صور يطلعون بالتلفزيون حتى الناس تبني ثقتها. الشخصيات مهمة جدا، شخصية رياضية، شخصية فنية، شخصية سياسية، شخصية دينية، تطلع تلقح تزيد ثقة الناس بهذا اللقاح. وطبعا إضافة للمؤتمرات الصحفية اللي قائمة على أساس علمي، ما يطلع وزير الصحة ولا رئيس الوزراء البريطاني لوحده في المؤتمر الصحفي، دائما وياه المستشار الطبي الذي هو بدرجة بروفيسور، والمستشار العلمي في الحكومة البريطانية الذي هو بدرجة بروفيسور. هذه الاختصاصية في العلوم مع السياسي
مهمة جدا لزيادة ثقة الناس، طبعا إضافة إلى موضوع الثواب والعقاب. إذا صارت أخطاء طبية هناك عقاب للفريق الطبي اللي أدى إلى وفيات مثلا أو مضاعفات من الحالات الطبية المختلفة. فإذا وجود مثل هكذا نظام الدعم السياسي والدعم الإعلامي وإضافة طبعا إلى الثواب والعقاب والحساب، هذا مهم جدا في زيادة ثقة الشعب بالمراكز الطبية المراكز الصحية في الدولة، هذا مهم. المواضيع الأخرى، اليوم نشرت مجلة اللانسيت الطبية عن حالات الوفيات في أفريقيا بالنسبة للكوفيد 19، فقالت لماذا يموت المرضى. احنا طبعا أريد في هذا اللقاء أن أشير إلى أهمية البحوث العلمية الطبية في موضوع الكورونا. لا تجد أي بلد عربي مع الأسف، والعراق طبعا هو أسوأ بلد عربي بالنسبة للكورونا وانتشار الكورونا، هاي حقيقة معروفة مع الأسف طبعا. نتمنى أن الحضور موجود، أغلبهم عراقيين، عدا من الكويت الخليج. أهمية البحوث الطبية، هذا البحث شو يقول؟ لماذا وفيات الكورونا في أفريقيا أعلى مما هو في أمريكا أو بريطانيا أو أوروبا أو أمريكا؟ قصدك المتحور الجنوب الأفريقي؟ لا، هو نتيجة كورونا كوفيد 19 بصورة عامة رصدوا الآلاف من الحالات في القارة الأفريقية، فشافوا أن الوفيات كثيرة بشكل لا يتناسب الوفيات في أوروبا مثلا. استنتجوا أن واحد من الأسباب هي زيادة الأمراض المزمنة في القارة الأفريقية، مثلا زيادة أمراض السكر، زيادة أمراض القلب والأوعية الدموية، هذه كلها تكون عوامل خطورة. أسأل الآن لو يسوون نفس البحث على الوطن العربي، طبعا احنا عندنا نفس المشاكل في الوطن العربي، عندنا مشاكل في أمراض القلب والأوعية الدموية، عندنا مشاكل في مرض السكر، تلاحظ. فإذا احتمال أيضا الوفيات، أنا أنتظر تقارير منظمة الصحة العالمية بما يخص الوطن العربي أو منطقة الشرق الأوسط على الأقل، لا توجد هكذا تقارير لحد الآن عن الأسباب. هذا أول تقرير يطلع عن أفريقيا نشر اليوم في مجلة اللانسيت الطبية العالمية المعروفة، وهذا نعكس على العراق. نحن بحاجة الزملاء الأطباء، يعني ما شاء الله 22 كلية طب في العراق، نحتاج إلى بحوث. ما هي حالات الوفيات في العراق؟ كم هي حالات الوفيات في العراق؟ ما هو نوع الأمراض إضافة إلى الكورونا؟ من هم أكثر الناس إصابة بأمراض الكوفيد 19 في العراق؟ رجالاً نساءً؟ ما هي الأعمار؟ هل الأعمار الذين يتوفون هم مصابين بأمراض السكر مثلا؟ يعني هذه كلها نحتاج إلى مثل هذه البحوث. نعم دكتور، إذا تسمح لي حول موضوع العراق، أنت جبته كاتجاه رئيسي. يعني العراق بمناسبات دينية تعرف، يعني أنا مرة حديث جانبي معاك تذكر من قلنا الانتشار الفظيع في الهند كانت وراء مناسبة دينية محددة. نعم. مع الألوان ما أعرف إيش، تعرف أنت بالهند. صحيح. وصارت الكارثة بحيث راحت حوالي 300,000 نسمة، والحرائق يعني ما خسر مكان بالمناطق خاصة الفقيرة ما تحرق، لأن هم تقاليدهم يحترق. طيب عندنا مناسبات دينية موجودة بالعراق، ما تتوقع راح تكون هذا عامل مساعد لزيادة؟ بالتأكيد هي هذه واحدة من أسباب الانتشار. احنا لازم نكون صريحين ونسيطر على مثل هكذا تجمعات، وانت تسيطر عليها لفترة محدودة. لذلك انا اقول اهم شيء بالنسبة للمواطن العراقي هو التلقيح. اذا عندك ناس هسه الان، اخذ مثلا بريطانيا، اخذ بلجيكا، الآن ليش فتحوا المجال لمباريات كرة القدم وحضور 5,000-6,000 مثلا؟ لأنه لقحوا الناس، 60% من الأدلت من البالغين ملقحين. فإذا هل عندي لقاح أو لا؟ إذا ما عندي لقاح أعمل بما عملت به استراليا. استراليا دولة متطورة
الآن اسألني سوت استراليا. استراليا نسبة التلقيح بها 5%. خمسة؟ نعم، نسبة التلقيح كلش مو زينة باستراليا، لكن سووا بوليسي جديدة اللي هي إليمينيشن، إنهاء الفيروس. سووا إغلاق لمدة 3 أشهر، إغلاق المدن بشكل كامل، وتست تريس أند إيزوليت، يعني اختبر تابع واعزل. اعزل اختبر المواطن، اختبره افحصه، وإذا طلع موجب سوي له متابعة، شوف من اللي وياه، أيضا افحص اللي وياه، وإذا طلعوا موجب اعزلهم لمدة 2 أسبوع. استراليا تمكنت عنها الطريق. الآن الحدود الاسترالية مغلقة، استراليا هي قارة قائمة بذاتها، ما حد يسافر لاستراليا إلا إذا ملقح، وإلا إذا عنده اختبار سالب، وفالشروط يعني كبيرة وصعبة لهذا الموضوع. فإذا هذا الطريق الآخر، هل نتحمل في العراق مثلا أن نغلق على نفسنا وحجر الصحي لمدة 2 أسبوع؟ يعني خلال فترة العيد ما قدرنا، كان مقرر 10 أيام منع تجول أو الحجر أو عزل، ولكن ما قدروا الناس يعني لمدة 2 يوم ما قدروا، وفتحوا بعدين هذا الموضوع. يعني صح يراد لها طبعا دعم مالي للناس الفقراء، للناس تريد تعيش على يوميتها مثلا، ولكن هذا المفروض أن تفكر به الدولة وتطلب مساعدة من منظمة الصحة العالمية مثلا في هذا الموضوع. يعني ايش تطلب من منظمة الصحة؟ يعني إذا دولة ما تسيطر على حظر التجوال، ايش تطلب من منظمة الصحة؟ بالضبط، يعني أولا يا إما أن تزودها باللقاحات هنا، يعني بشكل خاص تركز، لأن تقولهم يعني العراق عنده عوامل قوة وعنده عوامل ضعف. عوامل القوة هو المجتمع العراقي مجتمع شبابي، ونحن نعرف أن الكورونا تصيب الشباب، ولكن الإصابة قليلة، أقل شدة مما هي عند الكبار. فالمجتمع الشيخوخة به عالية، هو المجتمع اللي يصير الوفيات به عالية والدخول للمستشفيات عالي. المجتمع الشبابي تكون الإصابة به موجودة، ولكن ما يضطر يروح للمستشفى. ليش؟ لأن المضاعفات راح تكون أقل عند الشباب. هاي واحدة في صالح العراق. ما هو ضد الموضوع السيطرة في العراق على الكورونا هو الحدود المفتوحة، عدم القدرة على الإغلاق للمدن، هذا الإليمينيشن بوليسي اللي احنا نقولها، وعدم فعالية الاختبارات للفيروسات وعزل الناس. الآن وزيرة الداخلية في بريطانيا بريتي باتيل قالت 10,000 شرطي عندي يروحون للبيوت يتأكدون أن الناس قاعدة بالبيوت عازلة نفسها إذا هو بوزيتيف. هل نستطيع أن نعمل هذا في العراق؟ يعني هذا هو السؤال. أنت دائما مع الوبائيات عندك خطط بديلة. إذا ما عندك لقاح لأنك فقير أو لسبب آخر، عندك العزل مثلا للناس وتسأل هذا اللي طبقوه الصين. الصين طبقت، العلماء في الصين طبقوا هذا الموضوع أيضا، ما كان كل لقاح، سيطروا على ووهان بطريق الإليمينيشن، بطريق الحجر الصحي والتست تريس أند إيزوليت. هذا اللي فشلوا بي في فرنسا مثلا، وفشلوا بي في بريطانيا، ولحد الآن عندنا مشاكل في موضوع الاختبارات والمتابعة للناس. ولكن المجتمع العراقي، يعني المجتمع خلينا نقول بعشائر والنخوة العشائرية، والعشائر قد تكون مفيدة الحقيقة في موضوع عزل الناس، في موضوع التوعية الصحية، في موضوع يعني أنا بدل ما ألتقي مع شيخ العشيرة في قضايا سياسية أو قضايا نزاعات عشائرية، ألتقي به في موضوع الكورونا، في موضوع الكورونا، وأقول له يا شيخ العشيرة أنا أريد نخوة من عندكم أن تعزلون الناس، لأن هاي المنطقة صارت مثلا في منطقة معينة صارت مشاكل عندنا بها، أعداد هائلة من الناس مصابة، فرجاء لا تزورون مناطق أخرى. ثق يا أخي أن اليوم وزيرة اسكتلندا، أنت تعرف أن بريطانيا هي مقاطعات 4، إنجلترا اسكتلندا ويلز وأيرلندا الشمالية، وزيرة اسكتلندا قالت ما دام في بولتن الإنجليزية هناك المتغير الهندي، أنا أمنع أي اسكتلندي يروح لإنجلترا لهاي المدينة. سوت منع، قالت روحوا المدينة مانشستر،
لكن لا حد يروح لمدينة بولتون. تلاحظ؟ احنا يعني رسمي. رسمي نعم رسمي. طيب رسمي. والتلفزيون والبي بي سي طلعها قدام الناس اهلا وسهلا بوزيرة ويلز وزيرة اسكتلندا تتكلم هذا الكلام. هل نحن نستطيع مثلا محافظ البصرة يقول يا بهاي المنطقة بالبصرة او المنطقة الفلانية ما حد لا حد يروح الاهل بغداد لان بغداد بيها كذا، وبالعكس بغداد يقول لا حد يروح للبصرة لان البصرة بيها كذا. فالموضوع معقد يعني يجب ان يسمع. سمعت من عاقبة ورئيسة وزراء الدنمارك تذكر؟ نعم من سوت عيد ميلاد وعزمة نعم حوالي يمكن 10 واخذ الصورة تذكارية. صح. وزير الداخلية عاقبها دفعت غرامة واعتذرت أمام الشعب. نعم أنا أخي العزيز والله أنا يعني في شهر رمضان المبارك الماضي أنا كنت أستغرب ولائم الإفطار مثلا، يعني كيف أنت عندك عدد أعداد إصابات بالآلاف يوميا، يعني كيف أنت متأكد التلقيح نسبة التلقيح في العراق متدنية، حجر صحي ما موجود، كيف تقيم الإفطار يعني مع الناس وتتجمع الناس يعني هذه أشياء يجب الانتباه لها وأخذها بجدية. هناك أنا يعني مسؤول عن كلامي، هناك عدم جدية في التعامل مع فيروس الكورونا في العراق مع الأسف. قصدك رسمياً لو شعبياً؟ رسمياً وشعبياً. رسمياً هو طبعاً الموقف الرسمي موقف القائد، موقف الناصح، موقف الدولة بأجهزتها، والشعب يتبع الدولة. يعني أنا أتذكر مرات أشوف أخبار يعني العراق، فأحد المرات شفت رئيس الوزراء قاعد بمطعم يأخذ صور مع نعم. مع الناس، وشفت وزير الداخلية حاط كمامة وهو بدون كمامة. طبعا هاي الرسالة توحي للمواطنين بأن الأمور سهلة، فأنت كلامك تبين خطورة الوضع بالعراق. نعم أكو نعم بالتأكيد. أكو سؤال من الأخت الطبيبة تقول أنا في محافظة كركوك لاحظت إقبال شديد على التلقيح بالمدينة خصوصا لقاح فايزر، بس محدودية توفر اللقاح حاليا تتسبب قلة في عدد الملقحين. بس دكتور إذا تسمح لي، كان دكتور عادل هم قبلها، بس أنا قصدي شيء حتى نكمل المحاضرة ونبدي بالأسئلة، هم دا يكتبون خليهم يكتبون الأسئلة. أنا وصلت وياك دكتور، أنت بديت على المحاور، أنا أريد بس أوصل لك على محور الثالث. نعم. اللي أضرار اللقاحات الجانبية اللي نعم. تعرف السوشيال ميديا هسه متروس إشاعات مو طبيعية، بحيث قلت لك أنا من الناس غيرت الأسترة رحت على غير لقاح، وانت قلت ببلجيكا طبعا مو مثل الدول العربية تقدر تغير نوع اللقاح. زين هاي الآثار الجانبية هل حقيقية؟ نعم احنا قلنا قالب لينار بصراحة يعني. طيب طبعا أغلب ما قيل من حديث عن الأضرار الجانبية هو خرافة وغير علمي وغير حقيقي. مثلا آخر خرافة سمعناها أو إشاعة أنه إذا خليت المغناطيس على إيدك المغناطيس بالمكان اللي لقحوك به المغناطيس راح يتشلب بيدك لأنك حديد باللقاح. هذا الكلام يعني كلام هزلي ما لا يعني هذا 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 مبين يعني مبالغ به، بس قصدي على الموضوع تجلطات. نعم ارجع لك على انا يعني لان ماكو حديد بهذا الفيروس، اكو حديد في بهذا اللقاح، اكو حديد في جسمك مع المي، وهذا معروف. احنا يعني نشتغل على تقنيه الام ار اي مثلا، هذا الجهاز الاشعه الجهاز المغناطيسي التردد المغناطيسي، هذا قائم على وجود العنصر الحديد في دم الإنسان والماء وكذا، ولكن ليس هناك حديد. موضوع تخثر الدم شنو وضعه؟ تخثر الدم هذا قلنا احنا هناك حالات 3 بالمليون، فانت ياهو الأحسن. أنا اليوم في العراق ما أقدر أجيب فايزر. ليش ما أقدر أجيب فايزر؟ لأسباب كثيرة. أولا لأن فايزر المن تنطي نطت لعشر دول بالعالم من هاي الدول الغنية، بقية الدول في العالم ماكو غير أسترازينيكا مثلا أو اللقاح الصيني أو اللقاح الروسي تلاحظ أو اللقاح الأمريكي الآخر موديرنا. إذا كشخص أني أسعى لتقوية مناعتي عندي 3 بالمليون قد يصير هذا الاحتمال تسبب بالخطرات الدموية.
ولكن ياهو الأحسن يعني هنا كل دواء هو إلى أضرار جانبية معروفة، هذه الأسبرين إلى أضرار جانبية. الأسبرين قد يسبب فقر الدم خاصة عند الناس الكبار بالعمر، فإذا هناك مخاطر دائما في الحياة، فهذا الخطورة خطورة الأسرة زينيكا أوكسفورد 3 بالمليون، وهذا موضوع يعني احنا صريحين حوله، الشركة صريحة حوله، العلماء صريحين حوله، والأطباء، وهناك ملايين من الناس في بريطانيا في أوروبا من أخذ لقاح الأسرة زينيكا أوكسفورد، ملايين من الناس، يعني 200 واحد صار بهم هذه الخطرة في بريطانيا، بس هناك ملايين من الناس أخذوا هذا اللقاح. طبعا عندما هناك نقطة مهمة جدا لابد أن نذكرها، أن موضوع الخطرة يحصل في الشباب اللي هم أقل من 35 سنة عمره، ولذلك الآن الشباب 35 فما دون مدى ينطوهم أسترازينيكا، ينطي فايزر. ليش؟ لأن هناك وخاصة عند النساء، امرأة 35 سنة لا تلقح أسترازينيكا تأخذ فايزر، هذا معمول به علميا الآن في بريطانيا. عيدها عيدها دكتور هاي النقطة الأخيرة. ال- ال- الشباب اللي أقل من 35 وخاصة النساء لا يأخذن اللقاح الأسترازينيكا، وإنما لهم حق أن يقولون ما يصير إحنا لازم نأخذ فايزر. يعني هاي نصيحة من دكتور عامر لو من جهات رسمية؟ لا هذه رسميا، يعني أنا أعطيك هنا ما أسميه الأفيدنس بيزد ميديسن. أنا في طريقة عملي في المستشفى أعمل بهذا المستوى، وفي حديثي وفي أحاديثي مع الناس عندي دلائل على ما أقول، دلائل بحوث علمية منشورة وتصريحات من رؤساء وزارة ومن وزراء صحة ومن مستشارين أطباء في بريطانيا وهكذا. بس دكتور إذا تسمح لي، هم أوريدي ما ماخذين يعني 35 وجوة، يعني كعدنا في بلجيكا وباقي دول العالم ما نعم. ياخذون هذا اللقاح اللي نعم. ياخذوه نعم. الاعمار اللي تعرف الكبار بالسن، هاي الكبار السن ده يصير عندهم تجلطات قليل جدا. هذه اذا قلت لك 3 بالمليون فهي يصير هنا 1 بالمليون عند الكبار في السن، 1 بالمليون قليل جدا، بعد اقل من مما يحصل في الشباب. وعلى هذا الاساس جاءت نصيحه وزاره الصحه البريطانيه أنه لا نعطي لقاح الأسترازينيكا للشباب اللي هم دون 35 سنة عمراً، ونلقحهم بفايزر، يعني منعاً لهذه الاحتمالية النادرة. ولكن ماذا تعمل إذا أنت ما عندك إلا أسترازينيكا في العراق؟ يعني هاي مو معناها ما تلقح، تلاحظ، لأن الفيروس رح قد تصاب به، احتمال الإصابة بالفيروس إذا ما ملقح أضعاف مما إذا ملقح، هاي حقيقة. دكتور واللي ياخذ لقاح يعني موضوع التحور الهندي نعم. معرض للإصابة لو غير موضوع حول. كما قالت منظمة الصحة العالمية البارحة انه كل اللقاحات تقاوم المتغير الهندي، المتغير الهندي لم تثبت لحد الان، واحنا ننتظر نتائج من الجانب البريطاني بعد اسبوعين، لم تثبت انه يقاوم اللقاحات، اللقاحات تتمكن من الحفاظ على صحتك وعدم إصابتك، واذا اصبت الإصابة تكون بسيطة لا توصلك إلى المستشفى. يعني موضوع المتحور الهندي مو بعبع يخوف العالم الجديد أبداً. والحقيقة اليوم البحوث تقول أنه سرعة انتشاره لم تكن كما نتوقع، أنه لم يكن سريعاً جداً كما نتوقع، فإذن أكو هناك يعني بحوث دا تجري يومياً، إحنا الآن في هذه اللحظات هناك من العلماء من دا يشتغل في مختبرة في هذا الموضوع. بس الكوارث اللي تحصل وكأنه وحش كار، يعني 400 ألف في الهند المشكلة، لأنه ما ملقحين، شانوا في الهند لم يلقحوا، اجتماعات اللي صار، مباريات كرة الكرة مالتهم، مباريات الرياضة، الاجتماعات الحزبية كانت عنده لأن كان عنده انتخابات رئيس وزراء الهند، الاجتماعات الدينية والمناسبات الدينية، كل هذا أدى إلى، طبعا هم مجتمع أيضا يعني بليون وشوية من الناس، ومجتمعات أيضا تعيش قريبة إلى بعضها، فانتشر انتشار سريع بالتأكيد، وعدهم هاي العقائد الدينية مثل يعني هاي المشكلة. طبعا هم حسوا بعدين على هذا فمنعوا تصدير اللقاحات من الهند، الآن هو تلقيح الآن في الهند على قدم وساق. نعم
خلي نتعرج على موضوع السياحة. يعني هسه أغلب المواطنين دي ينتظرون العطلة حتى يسافرون. إحنا في أوروبا 6-6 ترجع الأمور نورمال. بس بالنسبة للعالم هل هناك خطر بالنسبة للعائلة أو الإنسان أو المواطن يسافر وهو مطمئن ولا ما أخذ لقاح؟ طبعاً السفر هنا يعني قسمت دول العالم إلى الترافيك لايت، هذا الأحمر الأصفر الأخضر والبرتقال. إحنا أي البرتقال الأصفر. الدول بالأحمر اللي هي بيها زيادات حالات الإصابة بالكورونا، هذه الدول نسبة التلقيح بها قليلة، نسبة الإصابات كثيرة. فنصح الناس إذا لم يكن هناك سبب قاهر لسفرك لهذه الدول لا تروح. الدول اللي بالأخضر معناها تلقيح جيد، عدد الإصابات قليل، فأنت حر أن تسافر لمثل هذه الدول إذا كنت ملقح. طبعا لازم تعرف شنو تعليمات وزارة الصحة في تلك الدولة التي تسافر إليها، وتسوي اختبار قبل السفر وبعد السفر وبعد ما تعود إلى بلدك، والاختبار يجب أن يكون سالب حتى ما يتم حجزك أو يتم عزلك في البيت خلال 72 ساعة. نعم. من طبعا هناك شركات السياحة الآن كلها تعرض العروض لإيش قد تكلفك السفرة مع الاختبار. التلقيح تأخذه في مكان التلقيح، ولكن الاختبار على شركة السياحة هي توصل. واستعدادات الدولة المقابلة لهذا الموضوع، واستعدادات الدولة. الآن عندنا رجل في ويلز مريض عندي، هذا المريض يقول أنا ملقح وردت أروح إلى إسبانيا، إسبانيا مانع السفر للبريطانية، راح تفتح يوم الاثنين المقبل. فإذا هذا أيضا واحد من المواضيع المهمة. الرجل يعني صور إحنا أنا جتني دعوة من دبي على مؤتمر. نعم. هذا المؤتمر بعثوا التكتات، رحت للمطار دسافر. نعم. دسافر وعندي اللقاح، عندي اللقاح ما قبلت تطيرني. قالت في دبي عندهم وثائق معينة إضافة لهذا البي سي آر. ممكن طبعا كل نظام صحي. وأجلتها ثاني يوم، وثاني يوم كذلك طلعت يريدون 5 أوراق رسمية دولية حتى المواطن يجيها دبي، وما طيرتنا وما طيرتنا. شوفت شلون احنا نتحدث عن دبي مثلا ونتحدث ونقارن مع النظام الصحي في العراق، يعني هذا زين يسوي طبعا للحفاظ على ناسه. ولا تنسى انه هواية من سكان دبي هم من الهنود ايضا، يعني مشكلة هنا هذا اللي يريد يزور اهله ويريد. فاذا دبي ايضا عندهم مشاكلهم في هذا الموضوع، ودول الخليج اغلبها، وهذا يدعو الى مزيد من التنسيق الحقيقي مع العراق ومع الدول المجاورة للعراق، لان هذا كلها مشتركة. انت لا يمكن ان تغلق الحدود، العراق ليس قائم قارة واحدة، العراق من مدير وجهك هو محاط بدول. فإذا هنا ضرورة جدا للتعاون بين العراق ودول الجوار في موضوع انتشار الوباء. زين دكتور، ما زال ذكرنا دبي والإمارات، شنو رأيك باللقاح الإماراتي؟ هو اللقاح الصيني هم لقحوا في الإمارات. لا لا، عندهم لقاح يسموه لقاح الحياة، أنا نشرته بالشبكة مباشر، بعثوا لي وزارة الصحة الإماراتية. والله يا أخي أنا يعني نقولها للحقيقة العلمية. نعم. أي دولة تتمكن من تصنيع اللقاح بجودة عالمية، يعني أنت ما تقول أنا صنعت لقاح هكذا، قد إيران هم قالت عندي لقاح، فلان قال عندي لقاح، ولكن هناك الجودة العالمية بأساليبها العلمية المعروفة، ووزارات الصحة في هذه الدول هي المسؤولة عن صحة الناس، هي المسؤولة عن إجازة هذه اللقاحات. فالناس ماذا تعمل إذا وزارة الصحة في الإمارات أو في إيران أو في العراق قالت والله أنا عندي هذا اللقاح وأنا أجزت للعمل، يلا تفضلوا تعالوا لقحوا، هذه مسؤولية الدولة. فمسؤولية على وزارة الصحة أو العلماء في الإمارات في هذا الموضوع. وإذا اللقاح مجاز وجيد أهلا وسهلا، بس ما شفنا مع الأسف يعني البحوث منشورة عن لقاح الإمارات، ما شفنا بحوث. أنا أحكي لك البحوث في المجلات العالمية، البير ريفيو جورنالز. يعني إذا تسألني عن الأسترازينيكا أكسفورد هناك بحوث، فايزر هناك بحوث، الصيني لا ليس هناك بحوث. بعد كيف أقر وكيف العالم تأخذ أقر في الصين،
صحيح، والصينيون تمكنوا من إقناع دول أخرى ومنها العراق في استخدامه. منظمة الصحة العالمية لم تعترض، قالت ما دام علماء الصين قالوا أنا لا أعترض على هذا. لم نسمع رأي منظمة الصحة العالمية في اللقاح الإماراتي، لم نسمع. زين دكتور، تقدر تسلسل جودة اللقاحات الحالية؟ هي صعبة. لا لا، لقاح فايزر مثل ما قلت لك 95-96% بالجرعة الأولى، جرعة الثانية 100% يمنع الإصابة، وإذا قلنا هناك نسبة 1% تصاب، الإصابة تكون ما توصلك شدتها إلى المستشفى أو ما تكون خطيرة. هذا فايزر. أسترازينيكا شوية أقل، وطبعا في المتغيرات متغير جنوب أفريقيا لا أقول لك أسترازينيكا 65% وجرب في جنوب أفريقيا، لكن مع هذا جنوب أفريقيا دولة متقدمة. مع هذا وزير الصحة في جنوب أفريقيا قرر استخدامه للأسترازينيكا لأن ماكو غيره، قال كان يوفر 65% مناعة أحسن من لا شيء مثلا. فإذا هذه هي المواضيع، الصراحة مع الناس، تعليم الناس، المجتمع العراقي مجتمع يحب العلم ويحب الثقافة، ليش أن ننهزم من مقابلة الناس ومن الشفافية في المعلومات والشرح؟ إذا أنا كوزير، طبعا مع الأسف لحد الآن ليس هناك وزير صحة في بغداد، ننتظر تعيين وزير. إذا أنا كمسؤول أو وزير ما عندي المعلومات والكفاءة العلمية، وهذا مقبول، لمواجهة الناس أخلي من يستطيع من الأطباء ومن العلماء العراقيين، والعراق ما شاء الله ليس بقاصر على هذا الموضوع. هذا حديث ذو شجون دكتور، تعرف الحصص عندهم، يعني ما أريد ندخل بهاي المتاهة. بس دكتور، هل ممكن يجي وقت وقريب نقول انتهت مخاطر كورونا؟ نعم، أول الحقيقة اللي يعني أيضا هذا كلام من المستشار الطبي لرئاسة الوزراء البريطاني، هذا الرجل بروفيسور ويتي. بروفيسور ويتي هو بروفيسور في الطب وزميل كلية الأطباء الملكية في لندن، كما أنا زميل هذه الكلية. الرجل قال نحن سنتعايش، هذا الفيروس هنا يبقى هنا، سنتعايش معه. إذا سبب لنا 80,000 حالة وفاة العام الماضي في بريطانيا، احنا نتعايش مع 8,000 كما نتعايش مع فيروس الكورونا اللي يسبب الانفلونزا. يعني دكتور هاي الكمامه لازم نلبسها طول عمرنا؟ لا، يقول الان هناك حديث ان الشخص اللي يلقح بالجرعتين ماكو داعي للكمامه في المكانات المغلقه او المفتوحه، يعني هذا الحديث، ولكن لم يقر هذا القرار، احتمال نصل الى في نهايه هذا العام، بس لحد الآن نوصي بالكمامة ونوصي بالتباعد الاجتماعي. يعني أنت إذا أخذت اللقاح مرتين، نعم، هل معناها انتهى الموضوع؟ قد يعاد التلقيح طبعاً مثل ما قلنا اللقاح. لا، هنا أقصد خلال هاي الفترة اللي نعم، أنت أخذت اللقاح، هل معناها ما تصاب نهائياً؟ نسبة قليلة جداً أن تصاب، وإذا أصبت لن تكون شديدة، لن تكون الإصابة شديدة. بس احنا معناها كل سنة راح نلقح نفس الموضوع؟ نعم كبير طبعا. نعم، وهذه قلت لك، يعني قلت لك هناك اليوم خطة بريطانية للبوستر للقاح المقوي، اللقاح الثالث، لقاح بجرعة ثالثة، مو لكل الناس، لبعض الناس اللي هم في أعمار الخطورة اللي احنا قلنا الكبار في العمر 70 فما فوق. هناك أسئلة كثيرة، أنا طبعاً حاضر لل... بس عندي سؤال يعني جاني بالتليفون على الشباب، الشباب اللي دون العشرين، دون الثمنتعش، اللي هم لا ببال اللقاح ولا هذا، هل معرضين للإصابة ومن ضمنهم الأطفال؟ طبعاً الأطفال معرضين للإصابة بالكورونا، بس مثل ما قلت لك الأطفال والشباب، لا الشباب، الشباب يعني 18-20 فوق ال 18 سنة، لأن تعريف الطفل بريطانيا أقل من 18 سنة. صحيح. فوق ال 18 سنة من البالغين يصابون، نعم، ولكن إصاباتهم ليست شديدة. ليست شديدة، لحد الآن لم ترصد حالات الإصابة بالفيروس المتغير الهندي بين الشباب من هو شديد الإصابة. ننتظر أرقام قادمة، دراسات مقبلة، قد يكون عندنا حديث خاص عن هذا الموضوع خلال المقبلة. نعم. تسلم عيني دكتور، خل عد نستعرض على الأسئلة. نعم. عندنا دكتور على اللقاح الأمريكي حكيناها، قد يكون غير فعال ضد المتحور الهندي،
كان جوابك صريح. نعم. وهل يشمل اللقاح الصيني أو الروسي؟ أعتقد جاوبته دكتور. نعم نعم. كان ما عندي. بس على الدكتورة اللي من كركوك دكتورة سلوى تقول أنا طبيبة محافظة كركوك لاحظت إقبال شديد على التلقيح بالمدينة خصوصا لقاح فايزر. إي طبعا لأن أفضل لقاح. صح. يعني تسأل تقول محدودية اللقاح حاليا تسبب قلة في عدد الملقحين وهي حقيقة يعني. طبعا. أكثر الأنواع اللقاحات في العراق هي أسترازينيكا. وأنا عرفت من خلال الناس اللي معارف في العراق أن الناس متى تروح تأخذ الأسترازينيكا أكسفورد. من الإشاعات اللي صارت. الإشاعات مع الأسف. وهذا خطأ. خطأ يجب أن يعني مثل ما يقولون يواجه المسؤول وجها لوجه. ويقول ويشرح للناس يعني ماكو إجبار. شرح وإقناع. هذا هو المهم. إيه بس دكتور حقيقة يعني صار بي لغط. قلت لك أنا في بلجيكا ورجل متعلم صحيح ولكن أكاديمي يعني لا. انزعجت من طلع لي أسترة ورحت حولت وغيرت يعني خيار. أنت عندك خيار. أنت عندك كذا وكذا تختار. لا من تسمع دول مثل الدنمارك مثل النرويج مثل ألمانيا منعته. نعم. ألمانيا لأن عندهم لا تنسى عندهم هم من يصنع اللقاحات أيضا يعني لا قصدي على اللقاح صار به لغط يعني عوف السوشيال ميديا والإشاعات. بعض اللغط سياسي أيضا يعني بايونتك هي شركة ألمانية فايزر بايونتك هذا اللقاح يعني شركة ألمانية بايونتك بس زي صنع عندنا في بلجيكا صحيح ولكن من اكتشفه هو الرجل التركي الأصل شاهين تركي هو زوجته صاحب نعم مع زوجته صاحب شركة بايونتك الألمانية يعني هل الإشاعات تجارية برأيك أسبابها؟ أسباب تجارية 100% طبعا هناك أسباب تجارية سياسية بالتأكيد يعني ولكن احنا نظل بالجانب العلمي هذا هو الجانب العلمي شرحت الكيانة نعم كواكب تقول شكرا للمعلومات القيمة قبل شهر ونصف بالكورونا كانت أعراض الإصابة ارتفاع درجة لحد 40 وسهال قوي و15 يعني لكن تحليل التحاليل تدل على إصابة يمكن يأخذ اللقاح لو لا يعني إذا مصاب يأخذ اللقاح المصاب بالكورونا وراء شهرين إلى 3 أشهر يمكن أن يلقح ولكن أنصح بإجراء فحص الدم للأجسام المضادة شنو هذا جديد هاي سمعناه فحص الدم للأجسام المضادة ضد الكورونا فحص دم اعتيادي معروف المختبرات العراقية ويجرى كل يوم ليش شافوا فحص الأجسام المضادة عالي بعد الإصابة معناه أنت عندك مناعة already يعني عندك مناعة نتيجة الإصابة بالفيروس إيش قد تستمر هاي الفترة المناعة؟ اللي متفق عليه بين العلماء 3 أشهر هذه الفترة الزمنية 3 أشهر يعني من المعلومات المتفق عليها وأنا أيضا أحضر محاضرات دكتور فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي وهذا من المواضيع المهمة اللي تطرح في الفترة الأخيرة شنو اللي يقول عليه الدكتور؟ يقول هذا اللي قلنا أنه المناعة تطول 3 أشهر بعد الإصابة احتمال كبير و6 أشهر بعد التلقيح أيضا لا نقول هذا بشكل يعني مقتنعين به كاملا ولكن هذا الموضوع قيد الدراسة لأن بدأ التلقيح في شهر 12 الماضي فإذا هناك وقت لدراسة هذا الموضوع وصحيح دكتور الصيني ما ينطل كبار السن؟ أكو هذا الكلام ما سمعه اللقاح الصيني لم نسمع هذا لا وننتظر المزيد طبعا من البحوث إذن مو صحيح هذا الكلام العراق 93 من سكان أعمارهم 54 هاي ما أعرف هاي يعني الشعب العراقي شباب نسبة شدة المرض يكون أعلى لدى كبار السن نورمال بس السؤال وين؟ هل يعني تتفقون على أن العراق ممكن أن يصل إلى مناعة القطيع؟ لا هذه صعبة جدا يعني الموضوع لأنه راح يؤدي إلى وفيات كبيرة مناعة القطيع يجب أو مناعة المجتمع يجب أن تكون 80 إلى 90% مصابين
أو ملقحين؟ هذا السؤال نفسه اللي سألتك يا دكتور، اللي يأخذ جرعتين نعم إيش قد تكون فعالية اللقاح يبقى مطمئن؟ أي يعني هذا ممكن يكون 6 أشهر مثل ما قلنا. 6 أشهر مسألة؟ ها ننتظر البحوث في هذا الموضوع، والبحث جاي هذا البوستر دوز، البحث الآن سيجرى على 6,000 شخص في بريطانيا. نعم. تستخدم في العراق علاج رامدسفير، ما هو رأيك بهذا العلاج؟ شنو هذا العلاج؟ صحيح، هذا طبعا من الأدوية المضادة للفيروسات، هناك بحوث سريرية تثبت فائدته، ولكن أيضا ننتظر المزيد من هذه البحوث. لا ضرر من وراءه، لأنه هو من الأدوية المعروفة المضادة للفيروسات، ولكن قد فعاليته ضد الحالات الصعبة من حالات الكوفيد 19 ننتظر مزيد من البحوث في هذا الموضوع. عندنا دكتور حيدر يأكد يقول بكندا بدأ منع الأسترا. نعم صحيح؟ لم تصلني هذه المعلومات، ولكن كندا هي طبعا تابعة إلى أمريكا، وما يحصل في أمريكا يحصل في كندا. أمريكا ما أجازت اللقاح أسترازينيكا أكسفورد، بس ما منعته، لا تستعمله أمريكا، تستعمل فايزر لأن أمريكي، وتستعمل موديرنا أمريكي، وتستعمل جونسون أند جونسون أمريكي، مع العلم أن جونسون أند جونسون أيضا سبب الخثر، خثرة الدم بنفس نسبة أسترازينيكا. جونسون ممكن يعني تجاريا لكون أمريكا تنتج. هناك الكثير من هذه القضايا طبعا السياسية والتجارية في هذا الموضوع بالتأكيد. أكون يعني سؤال مكرر، ما هي نسبة المناعة بعد الإصابة؟ نعم ذكرتها. اي طبعا. هل من الضروري إجراء فحص قبل أخذ اللقاح للتأكد من كونه مصاب؟ ما كذا. لا. لأن احنا من رحنا ما سألونا أنت ملقح ولا لا. يعني خاصة إذا ماكو أعراض، يعني احنا ما نريد نعقد الموضوع على الناس يعني في هذا الوباء. إذا يعني هاي أغلب الأسئلة دكتور. شكرا. يعني إذا في عندك إضافة. والله أنا دائما أركز على موضوع الصحة والوقاية، الصحة العامة، الالتزام بشروط الصحة العامة. يعني مو شرط الحكومة تخوف. لا طبعا، لأن أنت إذا عندك الثقافة الصحية والوعي الصحي الناس تلتزم من كيفها بهذا الموضوع. فيعني طبعا منين يجي الوعي الصحي؟ من وسائل الإعلام، من الناس المثقفين، من الأطباء في عياداتهم، في الكليات، الجامعات. وأنا طبعا إذا نقول المجتمع العراقي، فالمجتمع العشيرة لها دور، يعني أدخل كل رؤساء العشائر أدخلهم دورة تدريبية وتثقيفية في الكوفيد 19. دكتور أنا مرات تعرف على تواصل مع أصدقائنا دي يقولون مرات يصير حضر تجوال. نعم. يقول أنا يم صديق فلان، أنا يم أقرباء فلان، قلت له العدو وين عدت الجوال؟ قال ما حد يلتزم. قلت له عشان قبل بالتعداد تتذكر بال 73 مدري 83. نعم. يعني سيارة أولدز سوي حضر تجوال بغداد كلها. نعم. ما يطلع بشر. هو موضوع إقناع الناس، يعني هنا أيضا دور لا والله مو بالإقناع، بالإجبار، يعني حكومة تفرض سيطرتها خلاص. يعني ممكن تجبر، ولكن يجب أن تساعد الفقير من الناس، الفقير اللي يقوم بالعمل بأجر يومي، يعني يجب أن تساعده. وهذا هنا يطلع، وهي مدة أسبوعين، إذا أنت تسوي حجر لمدة 2 أسبوع 3 أسابيع حسب ظروف المنطقة، وتسوي حجر في منطقة، يعني حجر موضعي مو حجر كامل للبلد كله. بس يقول نفسه دكتور حيدر، دكتور عامر يقول بدأ تطعيم طلبة المدارس أكثر من 12 سنة في كندا. صحيح، مثل ما قلت لك هذه التجربة أجريت في أمريكا لتلقيح الأطفال، وكندا اتبعت هذا الأسلوب. ننتظر البحوث تنشر، لم تنشر هذه البحوث. ودكتور اللقاح لازم نوع واحد ياخذ، يصير واحد ياخذ فايزر. نعم. الان يجرى بحث في بريطانيا للمزج بين اكثر من نوع من اللقاحات، ولكن لوحظ ان اللي يمزج بين اكثر من نوع الاضرار الجانبيه تزيد، مثلا يزيد الالم عنده، يزيد الصداع، قد يعاني من الحمى. ولكن هذا الموضوع قد قيد الدراسه، وتنشر البحوث نهايه هذا العام حول المزج بين اكثر من لقاح، يعني تأخذ أسترازينيكا وراء شهر تأخذ فايزر. هذا الآن لتجرى بحوث حوله. أنت شفت دكتور رامي
سأل سؤال بس احنا يمكن جاوبناه، هل يكرر اللقاح بعد 6 أشهر او اكثر؟ احنا قلنا ايه، نعم احنا احتمال. طبعا هذا الموضوع الان البوستر دوز حديث عنها وبحث، خصصت الحكومة البريطانية 19 مليون باوند لإجراء هذا البحث ببروفيسور من جامعة ساوثهامبتون. يعني تشوف شلون العلاقة بين السياسي ورجل الجامعة، رجل الأكاديمي وصاحب المال السياسي، وزير المالية ينطي 19 مليون باوند لرئيس القسم الأطباء أو البروفيسور في جامعة ساوثهامبتون. الجامعات في خدمة المجتمع، السياسي في خدمة الناس، وهكذا. احنا بالعكس بالعراق يعني ما نقول طب السياسة. بس دكتور تتذكر تصريح كيسنجر قال عالم كورونا ليس كما قبل، يعني عالم بعد كورونا، يعني هل ممكن يشهد العالم ترجع الأمور طبيعية نهائية ماكو أضرار؟ ممكن أن تكون طبيعية ويتعايش الناس، ولكن احنا ما نريد نشوف فرق بين الدول الغنية والدول الفقيرة. وإذا دول مثل العراق تزداد مشاكلها بسبب الكورونا وهي مشاكل غير منظورة، ودول مثل الدول الأوروبية واليابان وأمريكا تعيش ويا الفيروس واقتصادها يمشي والقوى العاملة صحة عندهم، لازم نركز على عوامل القوة في العراق ونحسن عوامل الضعف. وهناك علماء عراقيين المتأكد قادرين على تخليص البلد والسيطرة على الكورونا في العراق. ودكتور أنت ذكرت بالمحاضرة الأولى قلت حوالي 5 إلى 6 آلاف طبيب عراقي موجود في بريطانيا. نعم. يعني دول ما انفصلوا عن بلدهم الأصلي، يعني مو الآلاف من الأطباء العراقيين حول الكرة الأرضية هم مستعدين للتعاون مع وزارة الصحة العراقية ومع زملائهم في العراق. يعني عبر دكتور أنا إجاني سؤال ولو يعني قبل ما أنساه، إحنا دنلوم العراق حول حرارة الجوال وعدم الاستعداد. السويد ليش تروح بعيد؟ السويد لحد هاي اللحظة ما سوت أي حظر تجوال، ما سوت أي فد إجراء استثنائي. ولكن لا تنسى أن السويد أيضا فيها حالات وفيات كثيرة، والسويد صارت عندها إصابات أيضا كثيرة. وقلنا حالها بقية البلدان. نعم، ولكن لندن بصفة صحيح، ولكن أيضا عانت من مشاكل. احنا نريد نقول فشيء مهم جدا. نعم، هذا الفيروس يسلك في مناطق بالعالم سلوك يختلف من منطقة إلى أخرى. الكوفيد 19 الكورونا في العراق هي غيرها الكورونا في بريطانيا وفي بلجيكا وفي فرنسا وفي أمريكا. شلون؟ الرجاء من العلماء العراقيين والأطباء أن يخرجوا ببحوث، نريد نعرف شنو ما هي تصرفات فيروس الكورونا في العراق وكيف يتصرف الناس في العراق تجاه فيروس الكورونا. شنو قصدك فيها؟ شنو قصدك؟ القصد شنو؟ أن عندك أنت نسبة انتشار الفيروس بين الناس، هل تجمعات العراقيين تنشر الفيروس بينهم كما تجمعات الهند؟ كيف أعرف؟ هل هذا أعرف من خلال الاختبار في العراق؟ الاختبار سهل جدا ورخيص. منظمة الصحة العالمية تعطي الاختبارات. الآن كل مواطن بريطاني يقدر من الإنترنت يحصل على اختبار يفحص نفسه بالبيت. إحنا دا يوزعوا بالصيدليات. طيب أين العراق من هذا؟ أعلم الناس شلون يفحصون نفسهم، أعلم الابن المثقف يعلم أبوه إذا ما مثقف. تلاحظ. فإذا هناك كثير من الأشياء اللي يمكن أن يعملها المسؤول الصحي العراقي. دكتور هسه جتني تذكرة دا يوزعون بأوروبا هاي موضوع البخاخة. البخاخة. هذا شنو موضوعه؟ أيضاً مع الأسف هذا لم تثبت فائدته كبحث علمي منشور. أنا. شلون دا يتوزع؟ يوزع بدون إيفيدنس، بدون دليل على أهميته. أنت رأيك شنو؟ أنا لم أجرب، يعني ما جربت على مرضاي ولم أجرب على نفسي ولكن إذا هناك يعني دلائل من مستشفى ومن طبيب معروف أنه هذا مفيد فبها لننشر هذا البحث. مثلا الأعشاب، الطب الصيني، هناك الكثير من الأقوال، ولكن هذا قول.
صح. القول بحاجة إلى، أنا هسه حكيت لك وزير الصحة ينطي 19 مليون باوند لساوثهامبتون بروفيسور في هالجامعة حتى يسوي له بحث يثبت النتيجة. القول كل واحد يقدر يقول، ولكن البحث هو من يثبت الحقيقة. البحث العلمي ليش احنا علماء الآن؟ ليش الناس علماء؟ يعني البحث يريدون النتيجة مع المراكز البحوث العالمية. نعم بالتأكيد، أنت ما تقدر تكون تشرع حالة قانونية معينة أو تجيز دواء دون أن يكون عندك بحث علمي رصين. تلاحظ بحث علمي رصين يثبت نتائج هذا اللقاح أو نتائج هذا الدواء. دكتور ولو تعبتك أريد أسألك سؤال حول الفحص بالصين. نعم. هذا صحيح؟ يعني تعرف إحنا الفحص مع الكورونا البي سي آر هاي بالأنف. نعم. الفحص الشرجي شنو هاي، معقولة دي يسووه فعلا؟ والله يعني قيل الكثير في هذا الموضوع، مرة أخرى أكرر لم ينشر بحث عن هذا الموضوع. لا بس هم يفحصون بالصين هكذا؟ لا لم أسمع به، يعني لم أسمع في صحافة البريطانية والأوروبية عن هذا الموضوع. هناك أدوية كثيرة تعطى عن طريق المخرج مثلا، ولكن لم نسمع في هذا الموضوع أبدا في عن طريق الفحص. الفحص بسيط عن طريق التجويف الأنفي أو الفم ومسحة، وهناك الفحص الدم بالنسبة لمستوى الأجسام المضادة مما هو معروف. وطبعا المناعة هي مناعة قائمة على خلايا المناعة التي سيلز، الخلايا التائية، ومناعة الأجسام المضادة، وهذا أيضا موضوع خاص ممكن يكون لنا حديث إلى في المستقبل. دكتور رامي حييك، يقول دكتور عامر نموذج مفخرة على مستوى بريطانيا في اختصاص الفيروسات والعالم. أنا شيء مهم أريد أقول، أنا من كوني طالب في كلية الطب جامعة بغداد كنت دائما رافع راية البحث العلمي ومؤمن بالبحث العلمي، وحصلت على جوائز وأنا طالب في كلية الطب نتيجة بحوث علمية كنت أسويها. فأنا من شب على شيء شاب عليه، أنا لازلت مؤمن وأظل بالبحوث العلمية ومعي جمهرة من العلماء. يعني بارك الله بيك. وتتذكر يعني حتى قبل وهسه وزارة التعليم العالي وشنو؟ نعم. والبحث العلمي. نعم بالتأكيد، بس يقال ماكو بحث علمي لحد الآن. ننتظر بحوث في الكورونا، أنا أريد أشوف زملائي الأطباء في العراق أن يخرجوا علينا ببحوث، هذا مهم جدا. هي تحتاج إمكانية. نعم يعني هسه البحث الوبائي مجرد المعلومات هذه اللي منشورة من وزارة الصحة أريدها يخلوها سوية حتى نعرف الوضع الوبائي في الرصافة والكرخ في مناطق بغداد العظمية الكاظمية الكرادة الصالحية، أريد نعرف إيش دا يصير. أنت عندك اتصال معاهم دكتور؟ نعم نعم طبعا. إيش يقولوا لك؟ والله نتمنى يعني تدري يعني إحنا عندنا مثل بالإنجليزي نقول everybody's business is nobody's business، يعني إذا كان العمل هو كل الناس المفروض يسووه ما حد راح يسوي. المفروض تقول فلان سوي لي فلان شيء، سوي لي فلان شيء تعطيه وقت محدد وهكذا يعني وتدعم. مسؤولية إدارة وزارة الصحة. نعم نعم بالتأكيد، وزارة التعليم العالي وزارة الصحة وهكذا. تتذكر الندوة اللي سويناها مع وزارة التعليم العالي؟ نعم. كان وزير التعليم الدكتور عبد الرزاق الهاشمي ذكر قال مو كلنا احنا مسؤوليها علينا، وزارة التخطيط ايضا. نعم نعم يعني تلومني انا كوزير التعليم العالي، مرات اللوم وزير الصحة اقول وزير التخطيط. وتتذكر وزير التخطيط ايش قال؟ قال انا حتى احصائية مال الموظفين دقيقة ما عندي. نعم صحيح صح. فالإجراء الرسمي خلينا نصير بعيد، بس دكتورة ميرا تقول إذن فيروس العراق يختلف عن بقية البلدان. نعم شون ما سمعتك. أقرأ إذن مختلف فيروس العراق عن بلدان مصنعة للقاح، إذن يجب تأكد وبحوث ثم اختيار الصحيح. هو ليس يختلف. سؤال مو واضح. نعم يعني أنا عندي مرة أخرى ما عندنا مختبر جيني
للدراسة التركيب الوراثي لفيروس الكوفيد 19 في العراق. هسه إذا أقول له للطبيب العراقي أو للمسؤول العراقي أقول له هل المتغير الهندي أو المتغير البريطاني أو الجنوب أفريقي منتشر في العراق؟ ما راح يقدر ينطيني رقم، ما يعرف. دكتور ذكرني دكتور رامي، لا مو الحديث، العيسى. العيسى العيسى نعم، آسف عبد الرزاق العيسى، أنا رحت على عبد الرزاق الهاشمي، لا الدكتور عبد الرزاق العيسى كان حاضر. نعم. يعني بالنتيجة أنت متفائل أنا متفائل طبعا، تفاؤل العلماء وتفاؤل بالتفاؤل بالعلم بالسيطرة على هذا الفيروس، ولكن أحذر الدول النامية أن تتعاون مع بعضها ومع منظمة الصحة العالمية، هذا مهم جدا. وأنت سبب تغير وجهة نظري، يعني بوقت أنا نشرت فيديو يعني بدايات كورونا حقيقة، تعرف نظريات المؤامرة، وطلع خبير أمريكي قال شبكة الاتصال 5G أحد الأسباب، بحيث قنع العالم بأن الكورونا هي مصنوعة. بس أنت أكدت لي يعني الموضوع علمي ووباء عالمي، مستحيل يصير هاي بيه نظرية المؤامرة، وتأكد عليها. نعم بالتأكيد. يعني ممكن يصير فيروس آخر، نراه يوميا ونتعامل معه. يعني فيروس أما مصنع وغير مصنع، راحت لجنة علمية كبيرة من منظمة الصحة العالمية، علماء من أمريكا راحوا إلى الصين لهذا الموضوع، وزاروا كل أمكنة في الصين. يعني كذب هذا مع المختبر موجود أو بهذا السوق مال الحيوانات؟ لا دلائل على هذا، يعني ما حد قال أبدا ونشر بحث علمي حول هذا الموضوع، وهذا معروف عن الفيروسات. دكتور عصام قد تستغرب، أنا في 2016 كتبت قصة قصيرة جدا، وأنا أكتب في القصة سميتها كورونا 2016، وأنا كنت أتحدث عن السارز اللي أصاب المارس اللي أصاب الشرق الأوسط، ولكن قلت في نهاية القصة هذه الفيروسات لا يعرف كنها بعد. فأنت يعني نتوقع هذا اللي يصير. أقول لك ذكرتني دكتور، كانت مسلسلة طلعت بها هدى سلطان ونشروا مقطع ذكرت كورونا. نعم الكورونا موجود لأن هو فيروس يسبب الإنفلونزا، ولكن هذا المستجد كوفيد 19 الكورونا هو تطور عن فيروس الإنفلونزا الأصلي المعرفة. اللي قالوا عليه الخفاش هو أحد أسبابه. نعم وكان حيوان آخر بالدنمارك قال واحد سبب التطور. طبعا هذا الموضوع الآن قيد الدراسة أيضا، هل هناك الحيوانات أخرى قد ينتقل منها المرض؟ القطط مثلا، طلعت النمر في واحدة من حدائق الحيوان في أوروبا أيضا سبب. هذا موضوع يعني أيضا يمد إلى، ولكن ننتظر بحوث، يعني هاي سندريلا أريا مثل ما يقولون للبحث العلمي، موضوع الكوفيد 19 والفيروسات والأوبئة. يعني أنا ألمس من كلامك ومن تفاعلك بأن أنت متفائل على القضاء على الوباء. نعم أنا متفائل في السيطرة، يعني قد يبقى معانا ولكن نسيطر عليه. ممكن تحدد فترة زمنية دكتور؟ والله نتعايش معه كما تعايشنا مع الإنفلونزا، نتعايش مع هذا الفيروس، وقد نأتي بأخبار جديدة أكثر تفاؤلا إن شاء الله في المستقبل القريب. يعتمد يعني الاتحاد الأوروبي هسه تقريبا راح يقر شهادة الكورونا. نعم. مال السفر. نعم. يعني بشهر السادس السابع الموضوع يعني يفترض يعني يخرج الإنسان طبيعي يقدر يسافر على الأقل داخل دول الاتحاد الأوروبي. يعني معناها شهر 9 أنا أتذكر تصريح الوزير الصحة البلجيكي ترجع الأمور طبيعية في بلجيكا، معناها في بلجيكا معناها بالعالم. نعم أنا أشك بأنه هو هذا قصده، أن ترجع الأمور طبيعية كما كانت في 2019. لا يعني لا أعتقد أنه هو يقصد هذا بالتفاصيل، ولكن ننتظر. أنا أتكلم ما هو موجود في بريطانيا، لأن أنا قريب إلى المستشفيات والمراكز الطبية والنصائح من الوزير، وزير الصحة البريطاني وهكذا، والمستشار الطبي لرئاسة الوزراء في بريطانيا، والناس ليسوا بقليل.
وهل بعده بالمناسبة دكتور ناظم الزهاوي مسؤول عن اللقاحات؟ نعم بالتأكيد نعم موجود، وهو عراقي، وهو عراقي الأصل، عراقي ويحب العراق. نظيم الزهاوي ووزير التلقيح في بريطانيا، نقولها ونفتخر. وفعلا كان أحد أسباب نجاح تجربة اللقاحات في بريطانيا والحد من الإصابات. نعم هو رجل إداري وليس بطبيب، إداري سياسي، ولكن كفاءة يشهد لها يعني. يعني ما قدر تأخذ من عندك آخر موقف بأن ممكن العام القادم ترجع الأمور طبيعية بس يبقى التعايش، هذا سيد الموقف. نتعايش معه إن شاء الله ونستطيع أن نسيطر عليه كما يقال إن شاء الله. وموضوع الخطر الفيروس الهندي قائم، موضوع يقل تدريجيا، ولكن الخوف من تغيرات أخرى يجب أن يسيطر عليها، يجب أن يكون عندنا جيل ثاني من اللقاحات بحيث مهما تغير الفيروس لا يستطيع أن يقاوم اللقاح ولا يستطيع أن يمرض الإنسان. ما ذكرنا البرازيلي نهائيا. البرازيلي ممكن أيضا، هذا الآن الهندي صار أسرع من البرازيلي، المتغير الهندي وخطورته أكثر. نعم خطورته أكثر، نعم، ولكن هناك عمل على إيجاد لقاح بحيث مهما تغير الفيروس لا يستطيع التغلب على هذا اللقاح الجديد. بس أتذكر التركي الألماني اللي صاحب شركة فايزر قال لقاحنا فايزر يرهم مع جميع الحالات. نعم، مع البرازيلي هناك تقنية جديدة في الجيل الثاني، تقنية جديدة من اللقاحات. يعني مو هذا اللي أخذناه قصده؟ غيره؟ لا غيره، نعم غيره بشكل كامل. غيره العمل جاري، هناك الكثير مما يمكن نتحدث عنه في المستقبل. شكرا جزيلا دكتور. هذا حديث يعني شيق وذو شجون، بس نعم. يعني متكامل الأركان، ما بقى حد يعني في باله سؤال ما طرحه، وأنا بالنسبة لي كملت. شكرا جزيلا. عندك إضافة دكتور؟ أنا حاضر والله، هذا اللي عندي، وأنا أتمنى الخير والصحة وأوصي بالصحة العامة والوقاية، الوقاية حسب أساليب الصحة العامة، النظافة الشخصية، نظافة اليدين، التباعد الاجتماعي، الكمامات، التهوية الجيدة في المكانات المغلقة، والأكل دكتور، والطعام طبعا، الفيتامين دي طبعا مفيد أيضا، هذا أيضا من الأشياء المهمة. فيتامين دي لو سي؟ فيتامين دي طبعا، الفيتامينات الأخرى متوفرة في الغذاء، في الطعام الاعتيادي المتوازن، ولكن فيتامين دي أيضا مهم، وكتب الله الصحة للجميع. آمين. شكرا جزيلا دكتور عامر على هاي الفرصة الثمينة للحديث على موضوع كورونا وكوفيد 19 والتطور الهندي اللي كان مخوفنا حقيقة ومخوف كل العالم. اطمئنينا، ناخذ لقاح ونطمئن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين والحاضرين، احنا برنامجنا هو دردشة في بلاد المهجر من بلجيكا مع الدكتور عامر الصفار من ويلز. شكرا جزيلا والى لقاء اخر، وبالمناسبة التسجيل موجود على قناة اوياك تي في يوم غد ان شاء الله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا. تحياتي. مع السلامة.